والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون في سورة التوبة إلى الآية 97 98 99 100. سورة التوبة الآية 97 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. وصلوا على محمد بأعلى الأصوات وعلى آل محمد. حديثنا هذه الليلة عن الأعراب. من هم الأعراب وما هو حكمهم؟ الأعراب في الحقيقة هم أهل البادية، ومن الغلط أن العرب كلهم نسميهم أعراب. العرب مو كلهم أعراب، العرب فيهم أهل الحضر وأهل البادية. أهل الحضر حضريين، أنتوا الإخوان أنتوا أهل الحضر، ولربما نستطيع أن نقسم الشعب سواء العرب أو العجم، نقسمهم إلى ثلاثة أصناف. صنف هم أهل الحضر أهل المدن، وصنف أهل الريف يعني المزارعين والفلاحين وأهل القرى، وصنف هم البدو وهم الأعراب. الآية الكريمة اللي تذكر الأعراب يذكر أهل البادية البدو، ولا يذكر الحضر ولا يذكر أهل الريف. يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا. إحنا الآيات السابقة من أول سورة التوبة كم آية تكلمنا عن الشرك والمشركين والكفر والكافرين، ثم بعد ذلك صنف ثاني الكافرين والكافرات والمنافقين والمنافقات اللي ذكرناهم، كلهم كانوا أهل الحضر وأهل الريف، تكلمنا عنهم تقريبا 20 آية، أكثر من 20 25 آية. القرآن الكريم بسط الكلام عنهم، عن المنافقين وعن الكفار. الكفار في صدر السورة أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إلى الآخر. الآن نجي إلى الأعراب. الأعراب عندنا كافر وعندنا أشد كفرا، عندنا منافق وعندنا أشد نفاقا. يقول الأعراب بالكفر أشد وبالنفاق أكثر نفاقا، لأنهم منقطعين بعيدين عن العلم والعلماء، عن الإيمان والمؤمنين، لا يحضرون مساجد. البدو ما عندهم مساجد ولا عندهم علماء
ولا عندهم اتصال مدارس يدرسون يثقفون يتعلمون يحصل عندهم معرفة عندهم علم عندهم إيمان. هذا على العموم يعني. ولذلك القرآن الكريم يركز على هذه الناحية، يقول أهل الأعراب وهم أهل البادية، هذول إذا الكافر الحضري هذول أشد كفرا، والمنافق الحضري ذولاك أشد نفاقا. ليش؟ لماذا أشد؟ يقول لأنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، ما عندهم علم، لأن بالحضر أكو مساجد أكو مدارس أكو علماء أكو حلقات تدريسية أكو مبلغين دعاة وعاظ مرشدين، هذول لا عندهم مدارس لا وعاظ لا مرشدين لا معلمين لا مدارس، هالشكل يعني هالشكل رابين بالصحراء. هاي وحدة. مضافا بما أن مناخ الصحراء طبيعة الصحراء الطقس مال الصحراء طبيعة خشنة، هاي الخشونة الطبيعة صايرة بيهم أيضا بالبشر غالبا خشنين وغلاظ، أخلاقهم سيرتهم متعودين على الخشونة والمعاملة. زين بعدين يصنفهم يقول من الأعراب ومن الأعراب. من الأعراب الآية وراها آية ثانية وثالثة راح نقراها. زين الآن انظروا إلى الآية 97، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن ما أنزل الله على رسوله من الآيات والتعليمات والأوامر والنواهي نزلت بالمدينة وأطراف المدينة من البساتين والمزارع والأرياف، هذول طالعين من لا بالمدينة عندهم شغل ولا بالبساتين عندهم شغل، عايشين بالبادية ولذلك ما يعرفون شيء من الحلال من الحرام من الأحكام من الحق والباطل، عايشين جهل، جهل في جهل مركب يعني، وعدهم هم طبيعتهم طبيعة الغارات خاصة سابقا والآن، بعدين نجي على أعراب هذه الزمان منهم. تعرفون أعراب هذا الزمان منهم؟ سنحكي عنهم. صلوا على محمد وآل محمد. وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. عليم يعني إيش؟ عليم يعني يعرف البواطن، يعرف الطبائع، يعرف الأسرار، يعرف ما في القلوب، يعرف ما في الصدور، يعرف السيرة، يعرف الماضي، يعرف المستقبل، يعرف الحاضر. عليم. حكيم يعني كل أقوال الله أوامر الله أحكام الله كلها نابعة عن حكمة عن مصلحة، يعني الله سبحانه وتعالى ما عنده محابات، لا محبة بدون سبب ولا عداوة بدون سبب. الله تعالى حكيم، أحكامه وأوامره ونواهيه كلها مستندة إلى حكمة ومصلحة، والله عليم حكيم. زين إخوان عندنا مسألة تعرب بعد الهجرة، ذكرنا أنه في صدر الإسلام الهجرة إلى مدينة الرسول وإلى موطن رسول الله كانت من الواجبات، بحيث أن مكة المكرمة قبل ما تنفتح كانت تعتبر من بلاد الشرك، أرض الشرك. المدينة كانت تعتبر أرض الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم عمه العباس من الإرث ومن بعض الأحكام، حرم عم العباس، قال له أنت، قال أنا مسلم، قال إيه مسلم ما يخالف،
لكن لأنك ما هاجرت هجرة من مكة إلى المدينة، يعني من دار الشرك إلى دار الإسلام، ولذلك حتى رسول الله حرم عمه العباس، ظل العباس حم النبي محروم إلى أن هاجر. زين، إلى أن نزلت هذه الآية الكريمة. أول نزلت والذين آمنوا ولم يهاجروا، فكرة كم مين؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لهم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. عباسهم لما سمع هذه الآية هاجر. فنزلت هذه الآية والذين آمنوا وهاجروا من بعد فأولئك منكم. انتبه، كانت مسألة الهجرة. الهجرة، وكل من لم يهاجر كان يسمى أعرابيا. هاي واحد. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول تعلموا العلم ولا تكن أعرابيا. يعني شنو؟ يعني كل من ما راح يتعلم العلم، ما راح يعرف الحلال والحرام، ما راح يعرف الحق عن الباطل، حتى لو ساكن في قلب المدينة، هذا مو حضري، سموه شنو؟ هذا بدوي أعرابي، كل جاهل بالأحكام الله فهو أعرابي. ليش؟ لأنه ما راح يتعلم، علم ما عنده، معرفة ما عنده، إيمان ما عنده، تقوى ما عنده، ما يعرف الطاهر عن النجس، صلاة ما يعرفها، وضوء ما يعرفها، ما يعرف شلون يتوضأ، شلون يصلي، لأنه أعرابي، لأنه جاهل. زين، الذنوب الكبائر سامعين عنها قد؟ الزنا من الذنوب الكبائر، القتل من الذنوب الكبائر، اللواط من الذنوب الكبائر، القتل قتل النفس المؤمنة من الذنوب الكبائر، ومن الذنوب الكبائر التعرب بعد الهجرة. التعرب بعد، يعني شنو تعرب بعد الهجرة؟ يعني بعد ما اجيت الى دار الهجرة وقعدت مع المسلمين وصليت وصمت، تعرف كل هذا، روح بالبادية تقعد. مو بالبادية، خلي اقول لك، تروح من العراق، من بلد اسلامي، من ايران، من بلد اسلامي، تروح تقعد بالمانيا بامريكا. اللي يروح يهاجر الى امريكا ويبقى هناك ثقافة تصير، مرة يروح الى امريكا، الى المانيا، الى لندن، ثقافة اسلامية في لندن، مساجد اكو، حسينيات اكو في امريكا الان، مساجد حسينيات اكو في المانيا، اكو مساجد حسينيات، اولادك بناتك ادخلوا. اما اذا رحت اماكن لا مساجد لا حسينيات، اولادك خليتهم مدارس امريكيه صاروا امريكان، بناتك خليتهم في مدارس بريطانيه، بناتك صاروا انجليزي بلا حجاب لا صلاه، هاي العمليه شو يسموها؟ يسموها تعرب بعد الهجره. والتعرب بعد الهجره شنو؟ من الذنوب الكبائر. احنا هاي 18 سنه اللي كنا بامريكا دائما كلامنا ويا العراقيين وغير العراقيين هذا كان. يعني انت المسلم اللي صار الى بلاد الغرب او اي مكان غير بلد اسلامي، مو بلد اسلامي، اوروبا، امريكا، استراليا، افريقيا، اذا مرة يروح بنية الدعوة للاسلام، هو يريد يروح يكون خطيب، واعظ، مبلغ، مرشد، اهلا وسهلا، ميت اهلا وسهلا. مرة لا، ماخذ اطفاله وولده البنات الصغار يخليهم في مدارس الكفار. مدارس الكفار المعلمين منهم شنو؟ مسلمين؟ مو اسلام. المعلم الكافر والمدرس الكافرة بالنسبة إلى الأطفال الصغار اللي ما يفتهمون شيء، شي ربيهم؟ يربون تربية إسلامية؟ تدرون إيش قد مصايب كان عندنا؟ سنين اللي كنا إحنا في أمريكا
ناس اللي راحوا إلى أوروبا، وإلى الآن إلى الآن يا مولانا مصيبة. البنية كبر لا عجاب عندها، وما أخذ فد واحد هم أمريكي مثلها تزوجها، أولادهم كلهم صاروا مسيحيين. يقول ديروا بالكم، ديروا بالكم، التعرب بعد الهجرة هاي معناته مرة تعرب تروح تسكن بالبادية، مرة لا ما تروح بالبادية، تروح في بلاد الغرب بلاد الكفار، انت أبرد تحتفظ بديانتك، لكن أطفالك بناتك ولدك هذول ما تخليهم مدرسة إسلامية، ماكو مدرسة إسلامية، مدارس يهود مدارس نصارى، أولادك وبناتك يصيرون يهود ونصارى. نعم أنا أعرف سيد من أسرة من أسر السادة المعروفين في كربلاء، ما أريد أجيب اسمه، قال فلان ها هذا صاير مسيحي والقس والصليب برقبته، وصاير قس يعني بالكنيسة يدعو الناس إلى النصرانية، أبو جده في كربلاء. تدري الفلوس هم تشتغل، ترى النصارى يصرفون فلوس، اليهود يصرفون فلوس. نعم هذا معنى كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول اطلب العلم تعلموا، اطلب العلم ولا تكن أعرابيا. فكل من بقي جاهلا أولاده ما يعلمهم. الآن حتى احنا مو راضين على كل برامج المدارس عندنا بالعراق، الآن معظم مدارس العراق مناهجها بالمئة سبعين بالمئة ثمانين مال زمن صدام، اسم أهل البيت ماكو بها، اسم أهل البيت فاطمة الزهراء أمير المؤمنين ماكو، إذا هم أكو مروان أكو، خالد بن الوليد أكو، فلان وفلتان أكو، لكن شيء عن فضائل الإمام جعفر الصادق ماكو. هو شيعي ابن شيعي لكن ما يعرف الإمام الصادق منه. يقول له كم إمام؟ يقول ما أدري. على كل حال يا إخواني، فهذه الآيات اللي نقراها هذه الليلة واللي قبلها وبعدها كلها تؤكد على أنه الأب والأم مسؤولين باكر أمام الله، الله يعذبهم يحاسبهم يدقق يدقق على أولادك وبناتك. علمهم بابا، علمهم القرآن، علمهم الحلال والحرام، علمهم الصلاة الطهارة النجاسة، هذين يعلموهم، وعلم نفسك أيضا. زين إخوان صلوا على محمد وآل محمد. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. قال رسول الله صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، قال جالس العلماء، جالس العلماء وزاحموهم بركبكم، يعني إلزق بي. ذاك اليوم سماعة ماكو، العالم هم صوته نازل ما عنده سماعة، لما يتكلم القاعد بيمه يسمعه، اللي بعيد ما يسمعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإمام الصادق يقول جالس العلماء وزاحموهم بركبكم، يعني ركبتك هي ركبة العالم حتى تسمع كل كلمات تسمعها، لا تفوتك منه ولا كلمة ولا جملة. وهكذا عيسى بن مريم صلوات الله عليه وصى أصحابه، قال جالس العلماء، بعدين إجوا قالوا يا رسول الله يا نبي الله على عيسى وعلى نبينا، قالوا المن جالس؟ كل من إجا لبس عمامة وطول لحيته هذا وقال أنا عالم نبغ، قال لا، اعطاهم ثلاث علامات، ثلاث علامات العالم إلى عنده عمامة وما عنده عمامة، لابس جبة وما عنده جبة،
هاي العلامات. شنو العلامات الثلاث؟ احفظوها. العالم يقول من يزيدكم علما منطقه، لما يتكلم علمك يزداد. ثانيا ويرغبكم في الآخرة عمله، لما تشوف سيرته هل هذا يحب فلوس بس رياسة وفلوس ويكبر الكرشة مالته، أو لا صدق ده يشتغل لله تعالى. العلامة الثالثة وتذكركم بالله رؤيته، لما تشوفه تنظر إليه ها اشوف هذا صدق عالم رباني يذكرك بالله تعالى، ما يذكرك بمعاوية وبالطواغيت. هذا ولذلك لازم تعرفون العالم منه، تميز ما بين العالم الحقيقي عن العالم المزيف عن الدجال. أكو بالعلماء دجالين مزيفين، هذول الذئاب، دير بالك هذول الذئاب لا يقشمروكم. عالم لازم يذكرك بالله تعالى. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. زين، بعدين يصنف الأعراب أهل البادية إلى صنفين. هاي الآية اللي أقراها الصنف الأول، الآية اللي وراها تذكر الصنف الثاني. فكرك يمي؟ صنف الأول المزينين يقول ومن الأعراب، كلمة من تدل على شنو؟ بعضهم يعني مو كلهم. يقول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. يقول هذا الدين ما عنده، يعني إذا أعطى زكاة هاي الزكاة يعتبرها خسارة، يقول خسرت أنت الزكاة غرامة يعني. ليش؟ لأن ما يعتقد بالله. يقول أخذوا مني الزكاة خسروني، أنا أخسرت أعطيت خمس صلة الأرحام، أشبع هذا صلة الأرحام وإشباع البطون أعمال الخيرية الممرات كلها يعتبرها غرامة وخسارة. ليش؟ لأن إيمان بالله ما عنده، إيمان بالآخرة اللي الله يقول وكل ما تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، ما يؤمن بهذا، ما يؤمن بهذا، ما يؤمن بقوله تعالى من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة، ما يعتقد. فهذه بعدين أكم الصلاح آخر شوي طول الحصة وصلوا على محمد وآل محمد. أكو فد اصطلاح عند الجهال، هو مؤمن صايم مصلي حضر يا مو أعرابي، يقول والله بنيت مسجد خسرت عليه 50 مليون. لا تقول خسرت عليه، قول ربحت عليه. المال اللي صرفت على المسجد مو خسارة، أي عاقل هذا ربح، لأن هذا يعوض عليك. اللي صرفته على شهوتك هذا الخسارة، إذا صرفت على الشهوة مالتك على بطنك على سوالف المكسرة هاي الخسارة، أما إذا صرفت مال مليارات على بناء مسجد حسينية مستشفى خيري أعمال خيرية صلة الأرحام على الأيتام على الفقراء، لا تقول خسرت، قول ربحت، قول الله وفقني لإطعام الطعام ولإكساء الأيتام. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق يعني الأموال اللي يصرفها يعتبرها مغرما، يعني شنو؟ غرامة خسارة يعني. ويتربص بكم الدوائر، يتربص ينتظر إيش وقت تنزل بلية على المسلمين، يقول حتى نخلص من هاي الضريبة بعد لا يأخذ من عندنا فلوس، ينتظر يتربص بكم بالمسلمين بالمؤمنين برسول الله وأهله، ينتظر بهم الدوائر. دوائر يعني شنو؟
بلايا، بلايا تدور مرة برأس هذا مرة برأس هذا، ويتربص بكم الدوائر. بعدين الله يدعو عليهم. أحيانا مو أكو ذكر بعض الكفار اللي يقول لعنهم الله، هذا بدال ما يقول لعنهم الله شو يقول؟ عين بالقرآن. يتربص بهم الدوائر، وراها شنو؟ عليهم شنو بعد؟ عليهم دائرة السوء. دائرة السوء يعني البلاء، عسى الله ينزل البلاء براسهم هم، مو براسكم انتم المؤمنين. عليهم دائرة السوء، مثل كأنك تقول عليهم لعنة الله، عليهم غضب الله، هذا الله يدعو عليهم مثل ما يلعنهم. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. يعني هذول لما يحجون على المسلمين يسمع كلامهم، لما يتبرون من المؤمنين الله يسمعهم. لما عليم أيضا يعلم بنياتهم الخبيثة، يعلم بما في قلوبهم. زين، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من الأعراب، اسمع آين، الصنف الثاني: ومن الأعراب من يؤمن بالله. أي نعم، هذول الأعراب اللي لهم اتصال بالمدينة، مو دائما قاعد، بين مدة ومدة، بالسبوع مرة، بالسبوع مرتين، بأسبوعين مرة يجي إلى المدينة، يجي إلى المسجد، يشوف رسول الله، يسمع كلامه، يصلي وراه، أو أنه دعاة الإسلام مبلغين يجون وياهم. هذول صار عندهم إيمان، إيمان، لكن عددهم قليل. ولذلك يقول: ومن الأعراب، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. زين، هذا من ناحية الإيمان. فلوس اللي يصرفها على شنو يصرفها؟ اسمع اسمع، يقول: ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. يعني إذا صرف في وقت مال، أعطى خمس زكاة إلى يد الرسول، هذا يعتبرها أن هاي الأموال، الدنانير، الذهب والفضة أو الغنم والبقر، يتقرب إلى الله تعالى قربات، مو قربة واحدة، قربة بعد قربة، هاي واحدة. وصلوات الرسول، يتوقع ينتظر صلوات الرسول. صلوات يعني شنو معنى الصلوات؟ دعاء الرسول. لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم. صل عليهم يعني ادعو لهم. ولذلك مستحب الآن، حتى الآن، مرجع التقليد أو عالم أو وكيل العالم، لما يجيبوا له الحقوق الشرعية يأخذ الحقوق الشرعية ويدعو لمن يدفع الحقوق الشرعية، يقول: الله يوفقك، الله يبارك فيك، الله يتقبل منك. هذا في زمان الرسول، صلوات الرسول، لأن الله قال: وصل عليهم. فهذا الأعرابي لأنه مؤمن جايب صدقاته بيد رسول الله، يتوقع صلوات الرسول، رسول الله يدعي له، لأن يدي رسول الله دعاء مستجاب. زين، يقول عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. بعدين هذا يتوقع عند الله شلون؟ هذه قربة حقيقية يولا؟ ها، اقرأ القرآن، القرآن شو يقول لك؟ ألا إنها شنو بعد؟ قربة لهم. صحيح، هاي الصدقات، هاي أعمال الخير يسووها هذول الأعراب، هالصنف من الأعراب تقربهم إلى الله تعالى. ألا إنها قربة لهم. بعدين زين، إذا صارت قربة وراها شنو؟ وراها يقول لك، وراها يقول: وراها سيدخلهم الله في رحمته. يعني إذا قربوهم إلى الله تعالى، الله يدخلهم في رحمته. يدخلهم في رحمته شنو معناته؟ وين يدخلهم؟ بالجنة؟ غير الجنة، موضع رحمة الله. الله سيدخلهم في رحمته، ويدخلهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. بالنسبة لهؤلاء الصنف، نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن كل مهموم، اللهم اكشف غم كل مغموم، اقض حاجات المحتاجين. قوموا إخواني وأخواتي، ارفعوا الأصوات. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وإلى أرواح المؤمنين. الفاتحة مع الصلوات.